وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا سيدنا محمد، ألف صلاة وألف سلام عليه. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة أعضاء الأسرة القضائية، أيها الحضور الكريم، نلتقي اليوم بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، وبذلك نعيد إحياء سنة حميدة تكرست في تقاليد الدولة وعرف المؤسسة القضائية. هذه المحطة تعتبر فرصة لأؤكد فيها حرصي على إعطاء السلطة القضائية المكانة المميزة التي تستحقها، وكذلك أقف وإياكم على الأشواط والإنجازات التي حققها قطاع العدالة، والتذكير بالأهداف المنشودة ورسم المعالم المستقبلية التي نسعى إلى تحقيقها لاستكمال بناء دولة الحق والقانون وتكريس دعائم سلطة قضائية قوية مستقلة وناجعة تعزز ثقة المواطن بالدولة وتولد الشعور لديهم بالأمان والطمأنينة. وإنه من بواعث الابتهاج والاعتزاز أن يجتمع شملنا ونحن على مقربة من إحياء ذكرى أول نوفمبر المجيدة، التي نستذكر فيها تلك الصور البطولية وحجم التضحيات الجسيمة التي قدمها شعبنا منذ أن وطأت أقدام الاستعمار أرضنا، فداء لهذا الوطن وانتزاعا لحرية أبنائه وحقوقهم وكرامتهم، رغم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل والإبادة التي تعرضوا لها من استعمار غاشم استيطاني انتهج سياسة استعمارية لا مكان فيها للحق والحرية والحياة. سيدات الفضليات، سادة الأفاضل، لقد تعهدت أمام الله وأمام الشعب الجزائري كله غداة منحي بثقته في الانتخابات الرئاسية بتحقيق مطالبه وطموحاته المشروعة من أجل إحداث تغيير شامل وحقيقي يسمح بتقويم وطني وإعطاء انطلاقة جديدة لبلادنا، ويتيح له العيش في جزائر ديمقراطية مزدهرة وفية لقيم ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 ورسالة شهداء الأبرار. إن هذا المسعى استوجب إحداث تغيير شامل وحقيقي يسمح بتقويم البناء الوطني، ولإنجاح هذا المسار توجب علينا احترام المراحل والسير بخطى ثابتة، بدأناها بالتعديل الدستوري الذي زكاه الشعب، ثم شرعنا بعدها في بناء الصرح المؤسساتي الجديد ابتداء بتنظيم انتخابات تشريعية لاختيار الشعب الممثليه في المجلس الشعبي الوطني، وحرصت فيها الدولة كل الحرص على إبعاد أصحاب المال الفاسد من التغلغل فيه، ومن خلال إعادة النظر في النظام الانتخابي بهدف أخلقت الحياة السياسية وإبعاد تأثير المال السياسي عن المسار الانتخابي، وفسح المجال للشباب وتقديم كل الدعم لهم للمشاركة في صناعة القرار. وها هي البلاد تستعد لانتخابات محلية سينبثق عنها المجالس البلدية والولائية للتكفل بانشغالة المواطنات والمواطنين وتحقيق التنمية المحلية المستدامة،
مبنية على التشاور والديمقراطية التشاركية، وبالتالي سنستكمل مسارنا بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وتنصيب المحكمة الدستورية وباقي المؤسسات الدستورية بعد تكييفها مع الدستور الجديد. وفي مجال إصلاح العدالة، فقد تضمن الدستور أحكاماً غير مسبوقة تكرس استقلالية السلطة القضائية وتحقق تطلعات الشعب الجزائري بما يسمح باسترجاع ثقة المواطن في عدالة بلاده. ويتجلى ذلك على الخصوص من خلال منح جميع الصلاحيات تسيير شؤون القضاة للمجلس الأعلى للقضاء الذي أصبح يتشكل من أغلبية من قضاة منتخبين من قبل زملائهم، كما حظي التنظيم النقابي للقضاة بالتمثيل في هذا المجلس في سابقة تعبر عن حرصنا على توفير الحماية للقاضي وتعبد طريق استقلالية السلطة التي ينتمي إليها. إن هذه الضمانات سوف تتجسد بصدور القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. ومن هذا المنبر أطلب من الحكومة الإسراع في دراسة هذين القانونين في القريب العاجل قصد عرضهما على البرلمان ليتسنى إثرها تنصيب المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته الجديدة التي يتطلع إليها قضاتنا. وفي هذا الإطار فإنني حريص كل الحرص على تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة، وأؤكد التزامي التام على توفير كل الحماية لهم وتمكينهم من كل الظروف التي تسمح لهم بأداء مهامهم على أحسن وجه لفرض سيادة القانون في جميع الظروف وفي كل الأحوال. إن هذا الاهتمام نابع من قناعتي التامة والراسخة بأن بناء دولة الحق والقانون يمر حتما عبر قضاء مستقل يطمئن إليه أفراد المجتمع. إن هذه التغييرات العميقة تشكل صفحة جديدة تؤسس لعدالة يتحرر فيها القضاة لأداء مهامهم بحياد ومهنية عالية، واضعين نصب أعينهم القانون ولا شيء غير القانون. وفي هذا المجال فقد تصدت الدولة بصرامة للعديد الأفعال الإجرامية التي أراد منها أصحابها إدخال البلاد في جو من الفوضى والريبة وعدم الاطمئنان، خاصة في ظل الظروف الصحية التي عاشتها بلادنا بسبب تفشي الوباء، ومن بينها نشر الأخبار والأنباء الكاذبة ونشر خطابات الكراهية واستعمال وسائل الإعلام والاتصال لغرض زعزعة الأمن والاستقرار داخل الوطن ومحاولة المساس بالنسيج الاجتماعي. كما حرصنا على سن قانون لمحاربة جشع المضاربين الذين يتحينون الفرص لرفع من الأسعار والمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين قصد الحد من الممارسات غير الأخلاقية التي تشوبها بين الحين والآخر. إن تطبيق هذه القوانين يقع على عاتق القضاء قصد ضمان راحة المواطن وأمن الأشخاص وممتلكاتهم أمام تفشي الانحراف والإجرام الذي باث يبعث على القلق، لأنه يمس بسلامة وسكينة الحياة الاجتماعية. إن المواطن
ينتظر أيضا من العدالة أن تكون ذات نوعية وتفصيل في قضاياه في أجال معقولة وبإجراءات مبسطة. ولتحقيق الفعالية المرجوة في معالجة بعض القضايا لا بد من تشجيع المصالحة الودية كطريق بديل لحل المنازعات بغرض تخفيف العبء على القضاء بتجنب المحاكمات التي تستغرق وقتا طويلا ومصاريف كثيرة. إن جودة العمل القضائي يمر حتما عبر الاهتمام بتخصص القضاة قصد ضمان المعالجة الناجعة للقضايا المعقدة التي تتزايد عددها في السنوات الأخيرة، وكان ذلك من أهم التحديات التي وجهتها العدالة. وفي هذا الصدد أؤكد على ضرورة إيلاء كل العناية للتكوين التخصصي للقضاة في مختلف المجالات، لا سيما الجرائم الاقتصادية والمالية والجرائم السيبرانية والتحكيم والتجارة الدولية وتقنيات البنوك وغيرها من المجالات الأخرى التي تحتاج إلى مهارات لا يمكن توفيرها إلا بتكوين قاعدي عالي الجودة وتكوين مستمر يسير حركة التغيير المتزايدة في شتى هذه المجالات. سيدات الفضليات، السادة الأفاضل، تشكل التغييرات الجديدة العميقة التي نعمل على تجسيدها في الواقع صفحة جديدة تؤسس لبناء دولة قادرة على مجابهة التحديات وطي صفحة ماضية تميزت بممارسات لا أخلاقية وإجرامية سادها النهب والفساد الذي دنس كل شيء، ممارسات تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني وشوهت الفعل السياسي وأدت إلى تدهور العلاقات بين المواطن والدولة. وإن تدارك هذه الخلالات الخطيرة يستوجب علينا أخلقة الحياة العامة ومواصلة مكافحة جميع أشكال الفساد وهدر المال العام وتبييض الأموال والمحاباة والمحسوبية بسلاح القانون، نحاربه بسلاح القانون وتكريس قواعد الشفافية للمحافظة على المال العام. إن النهوض باقتصادنا الوطني لا يتحقق فقط بمحاربة هذه الجرائم الاقتصادية فحسب، بل هو مرتبط أيضا بتحسين مناخ الأعمال وتحرير المبادرات التي لن يتحقق إلا بتوفير الجو الملائم للمسيرين وحمايتهم من كل ما من شأنه أن يثبط عزائمهم ليؤدوا مهامهم بكل ثقة وحرية في إطار احترام القانون. وفي هذا الصدد كنت قد وجهت تعليمات للحكومة تمنع مباشرة التحقيقات مبنية على رسائل مجهولة وتدابير أخرى سعيت من خلالها لتوفير ضمانات للمسؤولين المحليين لتوفير مناخ يشجعهم على روح المبادرة وتحمل المسؤولية. وإني أؤكد كل التأكيد أن هذه الإجراءات وإلى غاية تعديل القوانين ذات الصلة لا تمس باستقلالية السلطة القضائية ولا بمبدأ ملاءمة المتابعة الجزائية الذي يبقى من صميم اختصاصها. إن مراجعة النصوص القانونية الرامية إلى استقطاب المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال ينبغي أن يحظى بالعناية اللازمة في هذا الصدد. ينبغي وضع قواعد وإجراءات واضحة وبسيطة وناجعة.
فمن البديهي أن يأخذ أصحاب رؤوس المال بالحسبان نجاعة المنظومة القضائية في الدولة التي ينوون الاستثمار فيها ومدى تجاوب النظام القضائي مع المعايير الدولية لحماية حقوقهم، وهذا أمر مشروع. وعليه فإن نجاح برنامج دعم النمو والاستثمار مرتبط بمدى فعالية جهاز العدالة في حماية المستثمرين والأعوان الاقتصاديين وتوفر الأمن القانوني الذي حرص الدستور على تكريسه. وإن الحديث عن فعالية جهاز العدالة له صلة وثيقة بالعصرنة وإدخال الرقمنة والذي كان ضمن محاور اهتماماتنا. وإن العناية ببرنامج عصرنة المؤسسة القضائية يجب أن يرمي إلى تحسين ظروف عمل القضاة ومساعدي القضاء، فضلاً على ضمان الشفافية في النشاط القضائي. وعليه فإن عصرنة العدالة والتحول الرقمي تعتبر أحد المحاور الأساسية التي نحرص عليها، وهذا بتوسيع استخدام التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وتوفير الخدمات عن بعد. ويتعين أن يتم كل هذا وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. سيداتي الفضليات، سادة الأفاضل، إن مراجعة السياسة العقابية تحتل مكانة متميزة في مسار إصلاح العدالة لتعود بالآثار الإيجابية على مجتمعنا. فالعدد متزايد لنزلاء المؤسسات العقابية أصبح ينهك كاهل الدولة ولا يعود بالنفع العام على المجتمع، مما يستوجب إيجاد حلول أخرى أكثر نجاعة لتدارك هذه الوضعية، ومنها تشجيع العقوبات البديلة لعقوبات الحبس وإعطاء العناية اللازمة لسياسة إعادة الإدماج. أقول العقوبات البديلة لعقوبات الحبس وإعطاء العناية اللازمة لسياسة إعادة الإدماج. ويبقى هدفنا الرئيسي هو وضع سياسة وقائية ترمي إلى الابتعاد عن الجريمة بمختلف أشكالها وعدم الاكتفاء بالردع فقط، بقدر ما يستدعي الأمر الاهتمام بالجانب الوقائي أيضا. سيدات والسادة حضور، لا أتصور أن تقوم دولة الحق والقانون من دون حق الدفاع المكرس دستوريا، وكذا إشراك كل مساعدي القضاء في ترقية العمل القضائي النوعي الرفيع. ولأجل ذلك لا بد أن تعطى هذه المهنة العناية اللازمة. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أؤكد على ضرورة إرساء تقاليد الحوار والتشاور مع ممثلي التنظيمات المهنية ومواصلة الإنجازات في مجال تطوير هذه المهن، باعتبار ذلك رافضاً من روافد العمل القضائي ودعامة من دعائم السلطة القضائية. كما يجدر التأكيد أيضاً على موضوع لا يقل أهمية عن سابقه، وهو احترام أحكام القضاء والسهر على تنفيذها من قبل الجميع، وأقول الجميع مهما كانت مكانتهم في هرم الدولة، دون استثناء، لأن تنفيذ الأحكام هو شرط أساسي وجوهري نابع من سيادة الشعب، لأن الأحكام تصدر باسم الشعب، على اعتبار أن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب الجزائري، وهي تجسد عمليا روح القانون ومقاصد المشرع من خلال القوانين التي صوت عليها ممثل الشعب. ثم ما فائدة سن النصوص
القانونية وإصدار الأحكام القضائية إذا لم تنفذ، لم تنفذ بإسراع في وقت ممكن ليسترجع كل ذي حق حقه وينتفع به. وهذه كانت ظاهرة حقيقة في بعض المؤسسات الدولة، سواء كان المؤسسات الاقتصادية أو المؤسسات الإدارية، يعني لا يحترم قرار القاضي، يعني غير معقول. ما نقدرش نبني دولة تاع قانون إلا كان يصدر قرار في حق مواطن وما ياخذش حقه. وراها دولة القانون، وراها دولة الحق، وراها دولة وإذ أسجل بارتياح ما تحقق من إنجازات في قطاع العدالة، فإني أتطلع للمزيد من التقدم، وأدعو القائمين على هذا القطاع بكل فئاتهم ودرجات مسؤوليتهم إلى بذل المزيد من المجهودات للوصول بهذا الإصلاح إلى مداه الذي نصب إليه كلنا. وإن عزمنا أكيد على مواصلة جميع الجهود خدمة للوطن وللشعب الأبي في بلادنا التي تكون فيها المسؤولية التزاما ومبادرة لا مجال فيها للتساهل مع المستهترين بمشاكل وهموم المواطن. في جزائر تكافح فيها جميع مظاهر الفساد والاختلال والتسيب. وفي الأخير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشد أزرنا ويعيننا جميعا على خدمة هذا الوطن، وأعلن رسميا عن افتتاح السنة القضائية 2021-2022. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله.